هنكمل مع بعض، هنحل التدريبات على الدرس عين النكرة والمعرفة في كل جملة من الجمل الآتية مبينا سبب التعريف والتنكير. يعني هي ايه نكرة؟ يعني ايه معرفة؟ طيب لو جينا نتكلم كده على أول كلمة عندي في المثال، هذه. هذه دي احنا خدناها بإيه؟ خدناها بأسماء الإشارة، واحنا خدنا الأسماء الإشارة دي من إيه؟ من المعارف. طيب يبقى كلمة هذه هي ليه معرفة؟ عشان خاطر هي اسم إيه؟ إشارة. تمام. طيب نيجي لكلمة نكرة، فيها ألف ولام؟ لا. فيها ضمير؟ لا. طب نبص على اللي بعدها، طب اللي بعدها معرف أي نوع من أنواع المعارف اللي احنا خدناها؟ برضو لا. طيب يبقى هنطلع كلمة شجرة إيه؟ نكرة. تمام، لأن هي غير متصلة بضمير، ما فيهاش ألف ولام، وما فيش بعدها نوع من أنواع المعارف اللي احنا خدناها. تمام. نبص لكلمة مثمرة، نفس الكلام، ما فيش ألف ولام، ما فيش ضمير متصل، ما فيش بعدها كلمة معرفة من اللي احنا خدناها، يبقى برضو كلمة مثمرة نكرة. تمام. محمد طالب مجتهد. محمد ده اسم شخص، احنا خدناه في ايه؟ خدناه في العلم. طيب محمد معرفة ليه؟ اسم معرفة عشان خاطر هو علم. طالب ما فيهاش ألف ولام، ما فيش ضمير متصل بيها، ما فيش بعدها كلمة معرفة من اللي احنا خدناها، يبقى طالب ايه؟ نكرة. مجتهد نفس الكلام، مفيش ألف ولام، مفيش كلمة معرفة جاية وراها، مفيش ضمير، يبقى برضو نكرة. وهكذا بقى هنكمل على الأمثلة اللي إيه؟ اللي بعدها. طيب نيجي للمثال اللي بعده أو السؤال اللي بعده، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما تحته خط. اشتريت قميصا جديدا. طيب كلمة قميص نكرة ولا معرفة؟ بصيت لها مفيش ألف ولام، مفيش ضمير متصل بيها، بصيت للي بعدها عشان أتأكد مفيش ألف ولام، مفيش ضمير، مفيش أي نوع من أنواع المعارف اللي إحنا خدناها، إذا كلمة إيه؟ قميصا إيه؟ نكرة. شارعنا نظيف. إيه ده؟ كلمة شارعنا دي نكرة يا ميس، نكرة مفيهاش ألف ولام. لا نركز كده، شايفين اللي في الآخر ده اسمه إيه؟ اسمه ضمير متصل. معنى إن شبك فيها ضمير إن هي كده بقت إيه؟ بقت معرفة، يعني احنا هنختار ايه؟ معرفة. سيناء أرض الفيروز. طيب كلمة سيناء فيها ألف ولام؟ لا يا ميس، دي سيناء دي ما ينفعش يحط فيها ألف ولام، دي اسم أصلاً ايه؟ بلد، علشان كده هنطلعها ايه؟ معرفة، عشان هي علم من ضمن أسماء البلاد اللي احنا خدناها. طيب العلم نافع. طيب نافع دي فيها ألف ولام؟ لا. شابك فيها ضمير؟ لا. وراها أي نوع من أنواع المعارف اللي احنا خدناها؟ برضو لا، يبقى إيه؟ نكرة. طيب اجعل كلمة كتاب في جملتين من إنشائك بحيث تكون في الجملة الأولى نكرة وفي الجملة الثانية معرفة. طيب هحاول أحط الأول لما تكون نكرة، هحاول ما يكونش فيها ألف ولام، ما يكونش فيها ضمير، وما يكونش فيها وراها، ما يكونش فيه وراها كلمة من أنواع المعارف اللي احنا خدناها. زي لما أجي أقول مثلا كلمة، أقول مثلا جملة زي اشتريت كتابا، ما حطيتلهاش ألف ولام وما جبتش وراها أي كلمة تعرفها، فأنا كده مخليها إيه؟ نكرة. طيب أنا عايزاها معرفة، أبسط حاجة عشان أخلي الكلمة معرفة إن أنا أحط لها ألف ولام، فهقول مثلا الكتاب جميل، كده أنا خليتها معرفة عشان حطيت لها ألف ولام.